فاران بن محمد بن قريع. هكذا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس للجميع. مرحبا بدرة مهرجانات الجزيرة، والخليج أخذت تصميمه بدقة واستشارة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنك يا ربنا دائما طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نلتقي بحضراتكم في صباح يوم الاثنين 13 من ديسمبر، وفي هذا اليوم الذي نشهد فيه تحديات وانطلاقات أشواط سن اللقايا، والتي خصصت لأصحاب السمو الشيوخ، ومن مسافة 5 كيلومترات ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. على بركة الله أعلنت بداية وانطلاقة شوطنا 11 لفئات الأبكار، ومع تحديات سن اللقاية مسافتنا هي 5 كيلومترات، هي الرحلة المصاحبة لأحداث ووقائع هذا الشوط. نذهب ونسير إلى الشهامة مع المركز الأول، تتقدم بشعار هجن الغرافة مع المركز الأول ومع صدارة الشوط، ومن يقدمها في عملية التضمير سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي في عملية التضمير، يقدم لنا الشهامة مع المركز الأول بشعار هجن الغرافة مع المركز الأول. المركز الثاني، ثاني الأسماء وثاني التحديات والانطلاقات والوصول في هذه اللحظات، مع المركز الثاني أتابع القدوم والوصول مع ثاني الأسماء، هذه منجم بشعار هجن إنتاج أم الزبار بمتابعة عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري في عملية التضمير. المركز الثالث القدوم والوصول من الجسور بشعار هجن إنتاج أم الزبار بمتابعة جابر بن علي بن جابر النجم المري في عملية التضمير، من يقدم لنا انطلاقة الجسور مع المركز الثالث. المركز الرابع القادمة الواعية في هذه اللحظات لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا الواعية مع المركز الرابع. والمركز الخامس القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل انذار بشعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا انذار مع المركز الخامس بشعار هجن الشحانية. اذا متابعينا الكرام، النداء الاول للمراكز المتقدمة اتممناه على مسامعكم، ولكن نعود الى مقدمة الشوط والى المركز الاول. الشهامة هي المتقدمة مع صدارة الشوط، المنطلقة مع المركز الاول، المندفعة مع صدارة هذا الشوط بشعار هجن الغرافة. يا سلام من تتقدم في هذه اللحظات مع اندفاعة الشهامة مع المركز الاول، وبمتابعة المدهوشي سالم بن عامر بن راشد المدهوشي في عملية التضمير، يتابع لنا تحركات وانطلاقات الشهامة مع المركز الاول بشعار هجن الغرافة. المركز الثاني، هذه الجسور قادمة مع المركز الثاني بشعار هجن انتاج ام الزبار، ومن يقدمها في عملية التضمير جابر بن علي بن جابر بن نجم المري في عملية التضمير، من يقدم لنا انطلاقة الجسور مع المركز الثاني مع مركز الوصافة. والمركز الثالث القادمة الجساسية مع المركز الثالث تصل بشعار، أو هذه القادمة مع المركز الثالث القادمة منجم بشعار هجن انتاج ام الزبار بمتابعة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري في عملية التضمير، من يقدم لنا منجم مع المركز الثالث. والمركز الرابع القادمة الجساسية بشعار هجن الشحانية مع المركز الرابع، والاسماء التي بدأت بالقدوم والانطلاق في هذه اللحظات اتابع الوصول في هذه اللحظات من قبل شاون، هي القادمة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغل محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا انطلاقة هذا الشعار مع المركز الخامس. من تقدمت في هذه اللحظات
لتصل إلى المركز الثالث، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. 1200 ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن الفوز والانتصار والناموس مع هذا المسار. إذا متابعينا الكرام، غيرت في هذه اللحظات وتسللت الجسور مع المركز الأول، مع صدارة الشوط انطلقت إلى المركز الأول بشعار انتاج أم الزبار بمتابعة جابر بن علي بن جابر النجم المري في عملية التضمير، يقدم لنا الجسور وانطلاقها واندفاعها مع الصدارة مع أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير والمثير. الجسور مع المركز الأول لهجن انتاج أم الزبار بمتابعة جابر بن علي بن جابر المري، من يقدم لنا الجسور في عملية التضمير، من تنطلق مع آخر الأمتار لتنفرد مع المركز الأول وتنطلق مع صدارة هذا الشوط المركز الثاني. القادم الظبي لهجن المرقاب بمتابعة علي بن سالم المايكي، والأسماء والشعارات قادمة لا محالة، ولكن الجسور يا سلام، هجن انتاج أم الزبار يا سلام. الجسور مع المركز الأول أعلنت الإقلاع، أقلعت مع آخر الأمتار. إذا متابعينا الكرام، الجسور مع المركز الأول لهجن انتاج أم الزبار بمتابعة المضمر جابر بن علي بن جابر النجم المري. التهاني والتبريكات لهجن انتاج أم الزبار على اقتناء هذه النوعيات الفريدة، على اقتناء هذه النوعيات المتميزة. تهانينا لهجن انتاج أم الزبار على فوز الجسور وحصولها بالمركز الأول في هذا الشوط، والتهاني والتبريكات لمن رافقها جابر بن علي بن جابر بن نجم المري. تهانينا والناموس لهجن انتاج أم الزبار على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني الضبي لهجن المرقاب، المركز الثالث منجم بشعار هجن انتاج أم الزبار، والمركز الرابع كان القدوم الوصول من قبل الشاول لهجن الشحانية، والمركز الخامس وصلت مع خامس المراكز الواعية لهجن الشحانية. نعود بالتهاني والتبريكات لهجن انتاج أم الزبار على فوز الجسور وحصولها بالمركز الأول، والتهاني والتبريكات لجابر بن علي بن جابر النجم المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. توقيت الجسور صاحبة المركز الأول 7:35 بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لهجن انتاج أم الزبار على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني من حل الثانية في هذا الشوط الضبي بشعار هجن المرقاب بمتابعة سالم بن علي أو علي بن سالم بن حمد المالكي، والتوقيت الزمني 7:39:20 توقيت الضبي صاحبة المركز الثاني. تهانينا لهجن المرقاب المركز الثالث، وصلت منجم بشعار هجن انتاج أم الزبار، والتوقيت الزمني 7:41:04. التهاني والتبريكات لعبد الله بن علي بن سالم.